سايران ليكي، انت ضغطتي علي ورغم كل شيء اجيت لهون وعم حاول صلح كل شيء وعم حاول اتفاهم معك، بس انت تجاوزتي حدودك كتير. ليكي سايران، ما تعملي هيك سايران. بوعدك اذا هالمرة بعمل شيء ما رح تراجع عنه. اعمل فريد. ايه انا عم قلك اعمل. شو لسه بدك تعمل؟ شو لسه بدك تساوي معي؟ لك من اول لحظة طلعت فيا قدامي دمرتلي حياتي. شو لسه ناوي تساوي؟ لك انا مليت، عم تستوعب؟ انا مليت منك ومن تهديداتك لإلي ومن عمايلك، مليت من كل شي بخصك. لك انا يلي مليت منك، انت دمرتيلي حياتي سايران، انت وعيلتك واختك كلكن. اصحك تفكر انك تجيب اسم اختي على لسانك، تمام؟ سايران. شو سايران؟ لك اختي كانت تحميك وتوقف معك ودايما لقت لك مبرر وعذر ودافعت عنك، بس انت ولا مرة حكيت كلمة حلوة من وراها فريد، ولا مرة حكيت كلمة حلوة. تعرف شو السبب؟ لأنك شخص سيء، انت وعيلتك مو مناح فريد. عائلة كورهان مو مناح،